السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافتس للأعمال اليدوية والخياطة. في البداية إذا كنت أول مرة تشوفون القناة، أتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد، وأتمنى تسعدوني بلايك وتعلقون على الفيديو إذا حبيته لأن رأيكم يهمني. راح أعمل في هذا الفيديو يقطين أو قرع أو بامبكن من الإسمنت للزينة والديكور المنزلي، والأفضل استخدام أدوات يمكن التخلص منها مثل صحون الورق أو البلاستيك وتغطية سطح العمل والطاولة ببلاستيك حتى لا يتسخ المكان، واستخدام قفازات لحماية الأيدي من الإسمنت، أو استخدام قفازات دائمة وتغسل بعد الاستخدام، واستخدام ألوان أكريليك وهي مناسبة لتلوين الإسمنت، كذلك استخدام ماسك يوضع على الفم والأنف لحماية الرئتين من غبار الإسمنت، حيث يتكون الإسمنت من الرمل والحصى والإسمنت وغيرها من المكونات الناعمة والخشنة، ويؤدي إضافة الماء إلى تنشيط الإسمنت وهو العنصر المسؤول عن ربط المزيج معا ليكون مادة صلبة. واستخدام جوارب نسائية، والأفضل يكون وسط ليس شفاف مرة لأن صعب إزالته بعد جفاف الإسمنت وما يكون متين. قصيت الجوارب إلى قسمين واستخدمت علب من الكرتون حتى يسهل التخلص منه عند الانتهاء من عمل الإسمنت. وعند البداية في العمل ارتدوا القناع عن غبار الإسمنت، وكذلك ارتدوا القفازات والنظارات البلاستيكية لحماية أعينكم. في الأول نضع الماء ثم نضيف الإسمنت حتى يثقل. افتحوا الجوارب في علب أو يمكن لأي أحد أو شخص أن يمسكها معكم، ثم يصب الإسمنت فيها، وبعدها هزوا الشراب حتى يخرج أي فقاعات هوائية فيه، ثم يربط من الأعلى، والأفضل قص 4 خيوط من الصوف وربطها حوالين الجوارب حتى يطلع شكل اليقطين المجوف من الجوانب، ويترك ليجف من يوم إلى يومين ثم يمسح من غبار الإسمنت أو يغسل ويترك ليجف ثم يلون، والأفضل تلوينه بلون أبيض في البداية حتى يظهر الألوان الأخرى ناصعة، ويكرر التلوين مرتين. بالنسبة للقمعة أعلى اليقطين الأفضل وضع قطعة صغيرة خشبية أو عمله بعجينة الطين السيراميك. وعمل اليقطين الإسمنتي سهل جدا، لكن الصعب هو انتظار جفافها لأن الحماس في عملها راح يكون 100%. وبعد إزالة الخيوط والجوارب من الإسمنت ممكن استخدام الصنفرة لتنعيم اليقطين إذا كان فيها بعض الزوائد غير المرغوب فيها. وبالنسبة للإسمنت تقدرون تستخدمون أي نوع متوفر عندكم وموجود في محلات السباكة. وأشركوا أطفالكم في عمل اليقطين لأن العمل الجماعي يقرب النفوس من بعض، وطبعا ممكن الاستفادة منها كديكور للمنزل والمطبخ أو كهدايا للأصدقاء، لأن العمل اليدوي له قيمة كبيرة عند الناس. ومو ضروري تلوين اليقطين، ممكن تخلونه بنفس لون الإسمنت الرمادي أو تلونونه بألوان غير البرتقالي، ممكن فضي أو ذهبي أو وردي.
والأفضل ترك اليقطين ليجف من يوم إلى يومين، وبعدها تزال الخيوط والجوارب، ثم يمسح عنه الغبار أو يغسل، ثم يترك ليجف، ثم يلون بألوان أكريليك، ثم تكرر عملية التلوين مرتين. بالنسبة إلى قمع اليقطين، استخدموا خشب صغير واغرسوها في أعلى اليقطين بواسطة صمغ مسدس، أو استخدموا عجينة السيراميك واعملوها على نفس شكل قمع اليقطين ولونوها باللون البني، وحاولوا تخلطون الألوان حتى تصلون إلى لون اليقطين. مثلا اخلطوا الأصفر أو البرتقالي مع لون قليل من الأحمر. أنا في البداية لونت اليقطين بلون أبيض حتى تظهر الألوان بعدين بلون واضح، لأن اليقطين أو الإسمنت لونه رمادي وصعب ظهور الألوان فيه. واستخدموا مسدس الصمغ لتثبيت قمع اليقطين أعلى اليقطين. وبعد جفاف ألوان اليقطين، رشوا عليها سبراي ورنيش حتى يعطي لمعة لليقطين، أو أي ورنيش فيه لمعة عندكم. شاكرة لكم حبايبي على المشاهدة، واتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك في القناة، واتمنى مشاركة مقاطع الفيديو مع أصدقائكم وفي قنواتكم على برامج التواصل، مع ترك رابط لقناتي، وأرجو منكم وضع تعليق جميل مثلكم أسفل الفيديو.